تعتبر التنمية البشرية عنصرا مهما في توسيع القدرات والخبرات للشعوب والمستهدف، وهو أن يصل الإنسان بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج، إضافة إلى ارتباطه الوطيد بالنمو الاقتصادي الجيد والتطور الاجتماعي والسياسي الذي يعزز أداء المجتمع بشكل كبير. أنا بنظري مفهوم التنمية البشرية مفهوم واسع، له علاقة في كل مكونات المجتمع، له علاقة في النواحي السياسية، له علاقة في النواحي الاجتماعية، له علاقة في النواحي الإدارية، له علاقة في النواحي الاقتصادية. ومهم جدا التنمية البشرية من حيث تدريب الكوادر وإعداد الكوادر البشرية وتأهيلها التأهيل الإيجابي والصحيح. التنمية البشرية صمام أمل ومسعى لتحسين حياة الأجيال، لما لها من دور كبير بتوفير الإنصاف داخل الجيل الواحد وبين الأجيال المتعاقبة. جه جلالة الملك للحكومة فيما يتعلق بالتنمية البشرية، وهي الأساس، لأننا الآن في وضع غير عادي، يعني خاصة خلال وجود البطالة، وجود الفقر المدقع داخل الوطن. فلذلك أنا باعتقادي الجازم يجب أن يكون هناك منظومة من التشريعات والقوانين في سبيل أن يكون استمرارية وديمومة لتنمية سواء القطاعات الشبابية أو القطاعات بشكل عام، وإيجاد استراتيجية ثابتة للوصول والنهضة التنموية في سبيل أن يكون هناك صناعة للإنسان. أنا ما زلنا في الأردن نعاني من عدم وصول التنمية البشرية إلى غاياتها، وهذا يتطلب تضافر الجميع من أجل تحسين مستوى الأداء، وذلك لا يكون إلا من خلال إيجاد دورات متخصصة من أجل تطوير واقع الموظفين. مساع عديدة ومتنوعة لتحقيق التنمية البشرية بشكل واضح وحقيقي من خلال العمل المستمر مع الشباب والمجتمع باعتبارهم كلمة السر التي تفتح الطريق للعمل بجدية وديمومة وزمن بعيد. لبرنامج من نوفينا، محمد أبو علوان.